ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناة شهوات أم سامي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم حلوة محشية بشوكولا سهلة وسريعة، كتجي لذيذة بمذاق هائل. في 10 دقائق كتكون جاهزة. لينا نصف كأس ديال الزبدة أو مارغارين، تكون بحرارة المطبخ ما يعادل 110 غرام، عندي كأس إلا ربع ديال السكر الخشن أو سنيدة ما يعادل 110 غرام، عندي هنا 2 بيضات، القليل من الملح كيعادل الطعم، عندي هنايا الدقيق، عندي 2 كيسان ونص ديال العنبة ديال الدقيق يكون نوعية جيدة ما يعادل 380 غرام، عندي 1 فانيليا، 1 خميرة الحلويات أو بيكن باودر من فئة 8 غرام، عندي شوكولاتة بالحليب للحشوة، عندي شوكولا فيرميسيل او شعريه ديال الشوكولات 100 غرام. خدينا اناء وضعنا فيه الزبده تكون بحراره المطبخ، غادي نضيفوا لها داك السكر سنيده، غادي نخدمهم مزيان، نخدموا داك السكر سنيده مع الزبده حتى ينسجموا مزيان. غادي نكسرو داك البيض ونضيفوه، غنضيفو داك الفانيليا، غادي نستمرو في الخلاط، نخلطو مزيان المكونات حتى تنسجم لينا مزيان. نخلطو مزيان في المكونات كيفما كتلاحظوا معايا، ولات على شكل كريمه. الان غادي نضيفوا لها داك الخميره ديال الحلويات او بيكن باودر، غادي نضيفوا الدقيق، نضيفوا الدقيق تدريجيا غير شويه بشويه، كنجمع في العجينه ديالي حتى ولات بهذا الشكل، ولات متماسكه وفي نفس الوقت طريه كيفما كتلاحظوا معايا، العجينه طريه ما دخلتش فيها 380 غرام كامله، بقى لي هاد الكميه ديال الدقيق تبقات ليا، كيبقى على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب النوعيه ديال الزبده. الان من بعد ما جمعت العجين ديالي غادي نضيف له هاد الشوكولا فيرميسيل، الاحسن من كل ما تستعملوه يكون عندكم بارد في الثلاجه، ما تبغيو تستعملوه عاد خرجوه. نحاول ندخل داك الشوكولا فيرميسيل في العجينه ديالي، اللي ما كانش عندكم متواجد يمكن لكم تعوضوه بالشوكولا العاديه، تقطعوها قطع صغيره وتضيفوها للعجينه. غادي نمزج المكونات مزيان، ندمجو مزيان غادي ندخلهم للثلاجه ونخليهم 10 دقائق. من بعد ما خرجت العجينه ديالي من الثلاجه غادي ناخذ واحد المعلقه صغيره وغادي نملاها مزيان بالعجينه، وغادي نحاول نبسطها شويه حتى نشكل منها دائره، غادي نوضع فيها قطعه ديال الشوكولاته بالحليب، غادي نحاول نغلفها بديك العجينه بهذه الطريقه. بعد ما كمل غادي نكورها شويه، غادي نوضعها في واحد الصفيحه ديال الفرن مغلفه بورق الطهي او تكون مدهونه بالزبده. غادي نملا هذه المعلقه بالعجينه ونحاول نبسطها
حتى تولي على شكل دائره. غادي نضيف في الوسط واحد القطعه ديال الشوكولاته ونحاول نغلفها بداك العجين. تولي بهذا الشكل. غادي نوضعها في واحد الصفيحه ديال الفرن مغلفه بورق الطهي. غادي نستمر بنفس الطريقه. نحاول نخليهم متباعدين لان فيهم الخميره الكيماويه، يعني الحجم ديالهم غادي يتضاعف. غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله وغادي نولي معاكم. بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي غادي نحاول نبسطهم شويه بهذه الطريقه. بعد ما بسطت الكويرات ديال العجين غادي ندخلها للفرن على 180 درجه من 8 حتى 10 ديال الدقائق. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. باش ما يقصح لكم الشوكولا طيبوهم غير شويه، ما تخليهمش مده طويله في الفرن. غير تلاحظي انهم تحمروا من الاسفل، غادي تشعلي عليهم من الاعلى روح ديال واحد جوج دقائق وطفي عليهم. بالنسبه للحشو استعملي الشوكولاته بالحليب، لانه الا استعملتي الشوكولاته السوداء غادي تجي قاصحه ما غاديش تجي رطبه، كتجي لذيذه وكتذوب في الفم وسهله وسريعه وكتوجد بسرعه ما كتاخذش وقت طويل. المكونات متواجده في كل بيت. غادي نحل لكم شي واحده، شوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي زوينه بالحشوه ديال الشوكولاته والمذاق ديالها كذلك زوين وهائل. اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم شجعوني بلايكات وتعليقات واشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات، وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء في المواقع الاجتماعيه باش تعم الفائده. وشكرا على المتابعه ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.